بيكم ومن بعد توفيق ربنا لأول مرة السودان يشارك في مسابقة عالمية للجمال. فعلاً ترشح هو الأول للسوداني في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون. البلوجر تسابيح دياب لم تسلم من حملات تنمر شديدة اعترضت على ترشحها، أبسطها قالوا: ليست الأجمل في السودان. بينما يرى قسم آخر أن تسابيح تتمتع بملامح سودانية أصيلة وعبروا عن دعمهم وتشجيعهم لها، وآخرون أمسكوا العصاية من النص وربطوا دعمهم لها بالابتعاد عن الملابس العارية والحفاظ على الحشمة. تسابيح خاطبت القائمين على شروط المسابقة بخصوص بند ملابس السباحة وشكرت احترامهم لديانتها وثقافة بلدها. بعت لهم على الإيميل وعلى الجروب بتاع الواتساب إنه أنا لأسباب دينية والأسباب ثقافية ما حقدر ألبس ملابس سباحة، فردوا علي إنه إحنا بنحترم كل الديانات وبنحترم كل الثقافات، بنهتم بإنه أنت تعكسي لنا ثقافتك وديانتك أكثر من إنه أنت تلبسي حاجة أنت ما بتقدر تقبليها. البلوجر السودانية شكرت الداعمين لها وأوضحت الرسائل التي تريد إيصالها من المشاركة. أهم هدف عندي إنه أوصل صوت بلدي، أتكلم عن ثقافة بلدي، أوصل المعاناة اللي عايشها بلدي، وأعرف الدنيا إنه في بلد اسمها السودان، أهلها مليانين طيبة وقوة وحنية.